بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. معانا في المحاضرة الثالثة إن شاء الله. هنكمل. إحنا آخر مرة وصلنا لغاية إن إحنا عملنا الداتابيس بس ما ربطناهاش بالأدمن. فالسيشن ده إن شاء الله هنربط الأدمن مع قاعدة البيانات والتأكد من صحة البيانات اللي جاية من الأدمن، ولما يتم التأكد منها إن شاء الله هنعمل إنشاء السيشن في حالة صحة معلومات الأدمن. طيب خلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نتأكد دايما زي ما قلنا في الأول إنه الاباتشي شغال والماي سيكوال شغال عشان يقدر اللوكال هوست يشتغل كويس. وخلينا نخش على الداتابيز نتاكد انه شغال. اللوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن واللوكال هوست للادمن سبمت. خلينا نرجع تاني نشغل الموقع بتاعنا. احنا اخر حاجه كنا وصلنا لها ان احنا بنطبع الفاريبلز اللي جايه من ال الفرن. طيب خلينا ندخلهم جوه variables. points semicolon. قلنا خلينا ناخد نفس الاسم بالظبط. design username هنفهم دلوقتي الفايل بتاع الكونكشن ده ايه موضوعه. خلينا نقول هنا ال variable و s dollar underscore both password. حتى الباسورد كانت مكتوبة في الاندكس غلط في صفحة الاندكس، خلينا نصلحها عشان يكون متفقين. باسورد اوكي هي بالظبط اللي هاخدها. اوكي دلوقتي معانا ال variables لسه ما عملناهمش assigned ل variable. هنخليها f dollar form underscore username. ده معناته ان ال variable اللي جاي من البوست هي assign لل variable ده is dollar form underscore password وال variable اللي جاي من هنا هي assign هنا. طيب خلينا احنا هنا ده ال connection. مش معقولة طبعا ان احنا في كل مرة نكتب ال connection في الفايل. فعشان كده هنعمل folder اسمه includes. جوه الفولدر ده هنعمل page اسمها connection. جوه البيج اللي اسمها connection دوت بي اتش بي دي هناخد ال variable بتاع ال connection دايما بتوع ال x. ناخد الكود بتاع ال connection وهنفتح الفايل بتاع ال connection ونحط فيه الكود بتاع ال connection كده. اوكي طيب وهنقول له هنا خلاص ده كلوز. طيب ازاي هنقرا من صفحة ال connection؟ هننكلود الصفحة بتاعت الكونكشن. طبعا هو جوه فولدر فانتبهوا للروت جدا. include connection dot php. اوكي طيب كده connected. دلوقتي المفروض ان احنا هن connect على الداتابيز نفسها على الادمن التابل بتاع الادمن. ادي دي الداتابيس بتاعتنا على التابل بتاع الادمن بحيث نتاكد ان البيانات اللي جايه من الفورم مطابقه للبيانات اللي موجوده هنا. احنا هنضيف اول يوزر هنضيفه بايدينا. عملنا انسيرشن فهنا الادمن نيم والادمن يوزر هشام، ادمن باسورد نقول من 1 لـ 6 والايميل. اللي يهمنا طبعا حاليا ادمن يوزر نيم والادمن باسورد عشان نطابق البيانات اللي جايه من الفورم مع البيانات الموجوده في الداتا بيز. طيب الان هنبتدي بجمله السيكوال. المفروض ان احنا نقول اس دولار. تعال انا اوريدي عشان اوفر في الوقت كنت كاتب الكود. خلينا ناخد ادي اس دولار كونكشن ونشرحها واحده واحده. طيب المفروض ان احنا بنكونكت على الداتابيز عن طريق السيكوال لانجويج. هنقول select asterisk يعني معناته هات كل البيانات الموجودة في table admin
طبعا وير ادمن يوزر، ادمن يوزر نيم ده اسم الفيلد ايكوال تو الفورم يوزر. طبعا المفروض ان الترتيب المنطقي ده غلط، لانه الجملة كده هو شايف الفاريبل ده بيشوف كل اللي فوق، هو الفاريبل مشوف مفيش حاجة، فالمنطق ان احنا نخلي الفاريبلز ديت فوق الجملة السيكوال. طيب فهنا الـ admin username equal form username and admin password equal form password. في الحالة دي أبتدي أكونكت أو أفعل الـ SQL. طيب هنا فبقول له حط الداتا كلها الناتجة من الكونكشن مع التفعيل الـ SQL Server ديت، حطها في array اسمه result. الـ array ده لو الاري ده لو ادانا ريزلت، لو كان لو ادانا انه لو كان الريزلت نفسها اكبر من الصفر معناته انه في داتا. طبعا هنا المفروض انه الاف كونديشن، ونقفل هنا الس، ونقفل الكاود براكتس. فبالتالي لو في نتيجة النتيجة هتبقى هنا، لو ما فيش ان هنا النتيجة هتبقى صفر. خلينا نكتب له ده كده ونقول له انه هنا في الحالة دي انه انه صفر، we have zero results. اوكي طيب لو موجود خلينا نطبع نقول echo نقول له yes match ونتأكد. لو هنا فبالتالي لو الاسم واليوزر نيم مظبوطين هيدينا المفروض yes matched، لو غلط هيدينا zero result. خلينا نسيب، طيب سيف اول باك ريفرش. اوكي ادانا يس ماتش. طيب تعال نغير في الباسورد، مثلا نكتب اي حاجة غير الباسورد الاساسي، زيرو ريزلت. طب تعال نغير في هشام، نزود اي حاجة، انتر، برضه ادانا زيرو ريزلت. ده معناته انه بيكونكت على الداتا بيز مظبوط، وبيشيك اذا كان الاسم والباسورد مظبوطين ولا لا. بس في نقطة مهمة خلينا اوضحها لكم، هنا هشام والباسورد 1 2 3 4 5 6 ال H كابيتال. خلينا نتأكد بس ال H سمول، ادانا يس ماتشد، ممتاز. طيب خلينا نغير الباسورد، بلاش أرقام، ونخليها H 1 2 3 وال H كابيتال. انتبهوا بس للنقطة ديت. اوكي هنا عملت affected و unaffected. طيب خلينا نعمل باك. اليوزر نيم طبعا اذا كان كابيتال او سمول المفروض منطقي فعلا ما تفرقش، المهم انه نفس السبيلنج. اوكي طب الباسورد هنا هنعمل ال H سمول مش كابيتال، H سمول 1 2 3 والله انتر، ادانا برضه ماتش مع انه ده مش منطقي، ده غلط، لانه المفروض ان الباسورد يكون بالظبط نفس الباسورد اللي موجود، السمول تكون سمول والكابيتال تكون كابيتال. هنا نرجع تاني، لو اتش كابيتال 1 2 3 انتر برضه ده انا ماتش، فمعناته ان هنا الجمله السيكوال ناقصه شيء ان احنا نظبطها بحيث انه يكون بالظبط. اوكي طيب هنا احنا زي ما قلنا المفروض انه لو ما نتأكد انه الداتا بيز اليوزر نيم والباسورد مظبوطين، المفروض نعمل حاجة هنا بحيث ان احنا نتأكد ان الباسورد مظبوط زي الباسورد اللي في الداتا بيز، الكابيتال كابيتال والسمول سمول. فالمنطق ان احنا بنتشيك هنا، المفروض انه المفروض نقول له if statement، لو عملنا تشيك على ال variable مثلا الباسورد هنا ايا كان، المفروض انه هنا يقول له صح، يعني مثلا you are right، هنا you are right صح الباسورد مظبوطه. else لو الباسورد او الباسورد مش مطابقه لنفس الباسورد اللي في ال database، المفروض انه هيقول له هنا wrong، ويقول له اليوزر نيم والباسورد غلط. طيب نعملها ازاي ديت؟ طيب خلينا الاول، احنا دلوقتي عملنا كونكشن على الداتابيز، خلينا ناخد الفاريبلز بتاعت الداتابيز ونحطها في او الداتا بتاعت الداتابيز ونحطها في فاريبل. اوكي طيب دي هنعملها ازاي؟ خلينا انا برضو حضرت هنا
ادي هنفترض ان هما هنا، ده ال variable اللي نسميه ال admin name، ال dollar admin name. هناخد سوري مش الباص، هناخد ال مش ال الكود ده كمان، ده كده غلط. المفروض ان احنا بناخده من ال database اللي هو ال dollar result. اوكي خلينا نكومنت الجزء ده لأنه أصلا ده فعليا مش كود مظبوط. طيب ونتأكد إن الداتا ديت صحيحة. إيكو أدمن نيم، مع إن إحنا مش محتاجين الحقيقة الأدمن نيم، بس خلينا نتأكد إنه بياخد الـ variables مظبوطة من الـ database ولا لأ. خلينا بس الـ admin name. اوكي داتا، لا سوري مش اي داتا، المفروض انه اتش 1 2 3 نفس الباسورد. هنا عندنا ايرور I cannot use object my SQL through in line 10. خلينا نروح على line 10 غالبا. اوكي هنا الكود ان احنا بنجيب منه الداتا من الداتابيز مش نفس الكود دوت، فخليني نشوف الكود الصحيح. طيب ده لانه ال variable الصحيح احنا كاتبينه الكود غلط. هو اولا مش باص، احنا كده بنكرر معنى الدك تاني. طيب فده غلط وده غلط. اوكي وبرضه المرة ده غلط كله. خلينا نقول انه الداتا دي المفروض نحطها برضه نفتش على array. خلينا نجيب لكم ال result array اهو، هنحط ال data ال result دي كلها في array. احنا عارفين ومتأكدين طبعا انه النتيجة اللي جاية من السيكوال هي رو واحد، فمفيش داعي ان احنا نعمل while loop، بس بنحط الداتا كلها بعد ما نفتش على الاري في رو واحد اللي هو الرو اف دولار رو. وهنا الاف دولار رو هو اللي بنعوض عنه، او بنقول في الاري اف دولار رو رو اري للادمن يوزر. خلينا دي نكون دبل كوتيشن. اوكي وهنا كمان اف دولار ري ادمن باسورد. خلينا نتأكد ونطبع ونشوف مظبوط. اوكي طيب خلينا هنا مش نكومنت السطر ده لانه هيدينا ايرور اكيد. طيب في الحالة دي خلينا نأكو admin name ما ينساش ال semicolon مظبوط، ده جاي من ال database. اوكي طيب معناته احنا كده خدنا ال variable. زي ما قلت لكم احنا مش محتاجين ال user name، محتاجين بس ال variable بتاع ال database. طيب فبعد كده نخش على ال if statement. المفروض ان احنا قلنا لو ال user باسورد اللي جاي من الايميل نفس اليوزر باسورد اللي جاي من الفورم، معناته ان الدنيا مظبوطه. لو مش مظبوط مش نفسها معناته الدنيا غلط. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ خلينا نفتح الكود. ادي الاف ستيتمنت وانا اشرحها لكم. طب اف ستيتمنت انه الاف دولار ريزلت لا خلاص عفوا، ده احنا اوريدي احنا عملنا فور، احنا عايزين هنا فور. فور ستيتمنت واحنا هنا اوريدي خلاص تأكدنا انه في ادمن باسورد. طيب هنعمل فور لوب على الباسورد دي عشان نتأكد ان هي مظبوطة. خلينا نحط الكود بتاع الفور لوب. طيب هنا اف دولار اي ده فاريبل وهنفترض انه بزيرو، الى انه اف دولار اكبر من ده فانكشن اسمه string length بيجيب اللينث بتاع الفاريبل اللي انا عايز الوب على الحروف بتاعته. وليكن هنا هلوب على الحروف بتاعه الفورم باسورد مثلا او الادمن باسورد ايا كان، مش هتفرق، مع الاثنين واحد. احنا متاكدين انه الاثنين اكيد واحد لانه احنا اوريدي دخلنا في القصه او في الجزء بتاع انه مظبوطين، بس احنا عايزين نتاكد ان الحروف زي الحروف. اوكي وهنا الاف دولار بانكرمنت واحد، ده اللوب. جوه اللوب هنتشيك بقى على الادمن باسورد
of i انه not equal الفورم باسورد اوف اي، يعني هنا ده بيلوب على حرف حرف. في الحالة ديت ايه المفروض يحصل او ايه المفروض يطلع؟ خلينا نكومنت دولت دلوقتي. خلينا نقول ايكو هنا نتأكد انه الباسورد غلط، نقول له باسورد not matching. طبعا ده لينا احنا، مش المفروض ان احنا نكتب للعميل الكلام ده not matching. اوكي سيف، خلينا نلغي الكلاس. اوكي سيف ريلود. هنا خلينا نتأكد تاني، ما ادناش اي ريزلت. المفروض ان حتى لو كان دخل هنا معناته انه وصل في الجزئية بس ما دخلش اللوب. طيب خلينا نطبع الكلام ده بره، خلينا نقول له اكزيت نشوف هل هو واقف هنا. خلينا نقول له علينا الادمن باسورد از دولار. اوكي كده شايف الباسورد مظبوط. طيب نتأكد انه شايف الباسورد كمان بتاعة الفورم. مظبوط كمان شايف الباسورد بتاعة الفورم، انا معناته المفروض انه يخش في اللوب في الفور. طيب اف دولار سترينج لين هنا ما دخلش في الاف كونديشن، يعني هو دخل في اللوب بس ما دخلش هنا. ادمن باسورد not equal form password echo wait. طيب خلينا نتأكد ان لو ان نكومنت ال if condition، نتأكد انه جوه اللوب، نقول له echo echo s dollar password of s dollar i semicolon. وخلينا نديله بي ار عشان نحط كل حرف في سطر ونشوف كده هيعمل ايه. اوكي ريلود مظبوط كده حط كل حرف في سطر، معناته شايف الباسورد. طب نتأكد انه كمان للفورم كمان للفورم. طيب مظبوط معناته المفروض انه يخش الاف ستيتمنت. طيب وبعد كده المفروض انه جوه الاف ستيتمنت المفروض انه اوكي سوري. طبعا هو هنا اوريدي الباسورد اللي انا حاططها في الفورم هي نفس الباسورد اللي موجوده في الداتابيز، فعشان كده هو مش داخل الاف ستيتمنت. المفروض كنا نكتب هنا ايلس، معناته انه لو مظبوطه تقول له المفروض ايكو المفروض ان هنا باسورد نوت ماتشنج، هنا المفروض تكون هنا، ولو ماتشنج هتيجي تقول له يس باسورد ماتشنج. ليه الاكزيت؟ لانه عشان ما يفضلش يلوب، لو مثلا من اول حرف احنا لقينا انه خلاص الدنيا ماتشنج خلاص يكزيت اللوب بتاعت الفور. اوكي طيب ريفرش باسورد نوت ماتشنج. طيب ليه هو دخل ايلس؟ سوري المفروض ان هنا باسورد ماتشنج باسورد ماتشنج عفوا هنا يس not matching. اعذر اني على الضغطة زي ما قلت لكم ده لان احنا مش محضرين مش محضر المحاضرة، فده بيكون افضل عشان تشوفوا الايرور وازاي نتتبع الايرور عشان نعرف نوصل لنتيجة مظبوطة. طيب هنا باسورد ماتشنج لانه نفع. طيب تعالوا نغير الباسورد نخليها اتش سمول 1 2 3. اوكي
هنا بقى اداني نت ماتشنج، فقدرت اديتكت ان الباسورد اللي لازم تكون نفسها بالظبط. طيب تعالوا نغير في الداتابيز ونخليها مثلا اتش اي اس هش مثلا 1 2 3. اوكي انتر، يعني اتش كابيتال والاي سمول والاس سمول والاتش سمول. اوكي طيب تعالوا نجرب تاني. لو جربت الاول الباسورد الاولى اتش كابيتال 1 2 3 المفروض انه ما ادناش غلط، مش شايفها. طيب لو الاتش سمول والاي والاس اتش سمول 1 2 3 يبقى نوت ماتشنج. طب نخليها الاتش كابيتال زي اللي في الداتابيز، اتش كابيتال اي اس اتش 1 2 3 مظبوط تمام. طيب كده يبقى احنا قدرنا نتوصل ان احنا نمسك الداتابيز او الباسورد عفوا، ونتاكد ان البيانات مظبوطه. طيب في الحاله دي عفوا هنا نوت ماتشنج، فالمفروض انه تعالى هنا في حاجه اسمها هيدر، انه اوديه على صفحه تقول له انه الباسورد بتاعتك غلط او الداتا بتاعتك غلط. وليكن الصفحه دي تعالوا نسميها ايا كان، ايرور مثلا دوت بي اتش بي كويس، ونقول له ان فاريبل انفاليد 1. طيب لو بالتالي هنشوف بقى بعد كده نكريت الصفحه دي ازاي، مش مشكله دلوقتي. طيب لو انه ماتشنج معناته انه اليوزر نيم والباسورد مظبوطين، المفروض ان احنا نوديه بقى على صفحه نقول له مظبوط انه اوكي بيج او ايا كان، او الاندكس نفسها. طبعا احنا عندنا اوريدي صفحه الاندكس، خلينا مثلا نسميها الديفولت دوت بي اتش بي، وبالتالي خلاص معناته انه هيقدر هو اللي اكسس على الصفحه ديت، ونشوف الصفحه ديت هتكون فيها ايه، وده اللي هنشوفه في السيشن اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.